ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم حسين. دائما أريد أن أجعل لكم فيديو كيف تخرجون الأرجل وكيف تبرمجون هذا الكمبيوتر تعجيز الرافعة تدانو 30 طن كات كات. بسم الله. بعدما تنزل مستوى التوازن، لأن هذه الرافعة فيها مستوى التوازن، ترى هنا هذا الضوء عندما يكون ثابت تنزله من هنا. عندما يثبت تستطيع إخراج الأرجل. أو ثبت الآن تستطيع إخراج الأرجل. جعلت لهم فيديو هذه الأزرار، سأعيدها هنا. عمود خارج، عارضة خارجة من هنا، ورجل نازل، هذه عارضة داخلة ونزل صاعد. معنى ذلك إذا ضغطت على هذه تتحكم في 4 عوارض وإذا في إخراجهم، وأربع أرجل في إنزالهم، وهذه كذلك 4 عوارض في إدخالهم وأربع أرجل في إنزالهم. نحن نريد أن نخرج، تختار من هنا العارضة وهذه الرجل، نحن نختار العارضة. ها هي هذه الأولى ناحية اليمين، جهة قاعدة الرافعة، وهذه من هنا. هذه من الخلف تراها كذلك في المرآة. من هنا كذلك. بعد ذلك تختار الرجل في الأربعة هنا. هذه أو من الأمام، هذه من الخلف. هذه مع بعض، 4 مع بعض. عندما ينزلون في 4 تزينها من هنا. هاي 2 منهم ترتفع. إذا أردت أن تنزلهم غير هذه وهذه إصعاد. المهم عندما تنتهي اجعلها في النقطة الميتة هذه كي لا تبدأ في الجرس. تأتي لهنا، تجعل هذه الكهرباء كي يأتيك هنا الكهرباء. ما عليك سوى أن تضغط على هذا الزر، هاو باين فيه رجل. تأتيك هذا برنامج على الأرجل، على العجلات. بعد قليل، بعد كلهم، لأنني أخرجت كلهم، إن أدخلت أحد قليل سوف يسجل هنا قليل حسب ما أخرجت العارضة. من أحسن أنك تخرج كلهم. في هذه الوضعية تستطيع أن تعمل، ما عليك سوى أن تصعد هذه وتحرر هذا وهو فرا روتاسيون كي تدور. والسلام عليكم ورحمة الله.